انتم اللي زدت 8 اليوم دو وسبت زياره المزيد مازلتوا طالبوا بحق الانتداب. مازلنا نطالبوا بحقنا في الانتداب. احنا دي زاد سوانيوم متخرجين من 2008 لتو لحد الان الولايات كلها نسق قاعد يمشي بمسترسل الارك في القروان قاعد حابس لتو في 2008 واحنا ناس متخرجين من 2008 حتى 2013 وصلنا تو ل 200 اد سوانيون التو لحد الان حابس في 2008 مازالوا منهم 25 واحد. احنا ناس بالحق بطاله عمرنا فاتت 40 سنه اصغر واحد فينا عمره 35 سنه نطالبوا بالانتداب. الولايات كلها وصلوا ل 2009 و 2010 و 2011 الوغ احنا التو حابس في 2008 لي بريفي نمشيو له يقول لك لا يا سيدي انا البريفي نمشيو له يقول لك انا ما نخدمش لي زيد سوانيون خدم انفيرمير نفس السالير نتاع اد سوانيون واحنا حابس التو لحد الان الريكروتمون حابس في 2008 نطالبوا سياده الوزير باش انه يمدنا بالانتداب وحتى انتداب ما يسالش بطريقه ضئيله يعطينا انتداب. ست سنين حابس الريكروتمون في القروان ما التو لحد الان وصلنا ل 2021 بعث لنا 8 اد سوانيون 8 اد سوانيون ديما طبليتك في يدك ديما طبليتي في يدي وديما ندور وديما نلوج. انا متخرجه من عام 2009 اد سوانيون زيد تخرجت انفيرميير ماجور 2020 من عام 81 عمري 40 سنه وقتاش مش نخدم كل قايل وقتاش مش نخدم وقتاش مش نفرح والدي. إذا نقص هذا ثم نقص التعليم ثم نقص فادح في الشبه الطبي الإطار الشبه الطبي لي زاد سوانيون لي زان فيرمي كم شفتوا الوضع كارثي بالحق وضع كارثي في القروان الموتى قاعدة العباد قاعدة تموت بالحق بدون يمدهم لا بأكسجين لا حتى بشربة ماء. احنا نجموا نضيفوا نجموا نضيفوا احنا نجم حتى نمد لك حتى شريبه ماء وانت تقطع في الروح خير من انك تموت وانت هكيك. احنا راهو دورنا ايجيان راهو دورنا معناها انساني دورنا نخدموا دور نفساني بالحق راهو عندنا دور كبير برشا راهو لداخل نخدموا ديزان فيرمي مانيش نخدموا ديزاد سوانيون راهو يقول لك اد سوانيون هو لداخل راهو يخدم انفيرمي يخدم بونسوز في الصال يخدم انسريمونتيست يخدم كل شيء يخدم في الراديو يخدم في الارجونس يخدم في لي سيرفيس الكل في الكونسلتاسيون يخدموا بارتو كنا هما ما همش يهضمين لنا حقنا بالحق. احنا دي زاد سوانيون بالحق نطالبوا بحقنا في الانتداب انتداب ثم الانتداب ثم الانتداب يزي من المماطله ويزي من التهميش ويزي من التحقير بالحق كسكتور بالحق مهمشينا بالحق قاعدين ينتدبوا في ليزان فيرمي واحنا اللي زاد سوانيون حابسين علينا ريكروتمون من 2008 نطالبوا سياده الوزير بالحق باش انه يتلفت لنا لفته كريمه للقروان ونزيد ناكد ماشي جهوي القروان هي الوحيده اللي حابس فيها الريكروتمون في 2008 ويجيب لي اي ولايه فيها 2008 دي زاد سوانيون مازالوا بطاله انا هاني قدام. شكرا.